تحية للجميع. نظرا لهول قليل ما نرى وكثير ما لم نرى، لم يعد من داع لمحاولة توصيف ما يحدث من اغتيال لكل ما يسمى قول إنسانا في غزة. غزة التي تشهد أبشع صور وتكابد أياما دموية وتنكيلا لا أعتقد أن البشرية رأته في العصر الحديث ولا حتى القديم. فمن يمنع هذا الكيان الصعلوكي الصهيوني والمجرم الدموي من ارتكاب مزيد من المجازر في غزة والعالم يكتفي بالتفرج على مشاهد مآسي أبريائها؟ وأي عار يبصمه صمود غزة على دول العروبة والإسلام فوق عار صمتهم خذلانهم وتطبيعهم؟ ثم عن أي اتفاقيات وأي معاهدات إنسانية لازال المجتمع الدولي يتحدث عنها أمام عدوان لم يكتفي بالدوس عليها وفقط، بل بالدوس على رعاتها ورافع ألويتها؟ الاحتلال الصهيوني المهزوم يشن حربا على مرضى المستشفيات في غزة، محور النقاش الرئيس في هذا العدد من برنامج في قلب الأحداث. أهلا بكم مشاهدينا من جديد لمتابعة تطورات الوضع المأساوي في غزة وعموم فلسطين. أسعد باستضافة البروفيسور فوزي أبو دقة الأكاديمي والمحلل السياسي، أهلا بك. شكرا لكم. وكذلك كالعادة يرافقني في البرنامج البروفيسور مصطفى صايج أستاذ العلوم السياسية والعلاقة الدولية، أهلا بك. أستاذ بدر الدين. ومعنا عبر خدمة سكايب الدكتور محمد دهويدي وهو المحلل السياسي من العاصمة السعودية الرياض. مساء الخير أستاذ هويدي. مساء الخير وتحية لك ولضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين. شكرا جزيلا. إذن أبدأ معك بروفيسور مصطفى صايج. 6 أسابيع من الفشل الذريع للاحتلال الصهيوني، فشل شامل على كل المستويات، لكن كيف تقرأ مسار هذا العدوان منذ بدايته؟ وربما ما هي الآن الدلالات الميدانية والسياسية حتى نعرف أين نتجه بهذا النقاش؟ طبعا كان متوقعا جدا أن تكون هذا العدوان الصهيوني على قطاع غزة كما يقال في الدراسات الاستراتيجية، يمكن أن تعلن العدوان لكن لا يمكن أن تحدد تاريخ انتهائي. وبالتالي هذا النوع من المقاومة التي أحدثت صدمة ورعب داخل دولة تكنا في أبعادها الأمنية، في قدراتها الاستراتيجية على حماية الأراضي التي احتلتها، وبالتالي هذا المسار كان متوقعا أمام نوع من الارتباك للقادة الصهاينة على كل المستويات، في بعدها الأمني، في بعدها السياسي، في بعدها المجتمعي في الداخل. هذا الضغط في حد ذاته أدى في اللحظات الأولى إلى غاية اليوم أثبتت أسطورة أخرى بأن هذا الكيان يحتاج إلى دعم إمبراطورية عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية على استمراريته. الجانب الثاني طبعا أن الكيان الصهيوني لمدة 6 أسابيع التقارير المحايدة تقول استخدم أكثر من 32,000 طن من المتفجرات، بما يعني في النهاية ما نختزله حتى نذكر وهو تقريبا قنبلتين لهيروشيما، وفي دائما ما نقول رقعة جغرافية 360 كيلومتر مربع وأكثر كثافة سكانية في العالم كما نلاحظ. الجانب الذي ربما في المسار التقييمي في اللحظة الأولى إلى غاية اليوم أنه لا يمكن للكيان الصهيوني أن يحقق أي نصر استراتيجي أو مكاسب استراتيجية، لأنه بجميع الاتجاهات لاحظنا صمود المقاومة، صمود الشعب الفلسطيني. الهدف الذي حاول أن يضعه في استراتيجيته العدوانية لم يتحقق بعد، وهو القائم على الإبادة الجماعية، التطهير العرقي والتهجير القسري، بمعنى كيف يجعل 2.4 مليون نسمة في غزة أن يدفعوا دفعة إما إلى البحر ليأكلهم وإما إلى سيناء كوطن بديل بالنسبة إلى الأطروحات الصهيونية، أرضك يا إسرائيل ملاء الفرات إلى النيل. وفي تقديري ربما سنحلل فيما بعد كثير من التحليلات على المستوى الأخلاقي، على المستوى السياسي، على المستوى القانون الدولي، لكن فيما يقابله هو نضال هذا الفلسطيني بغصن الزيتون وبندقية الثائر الذي يواجه
ليس الكيان الصهيوني بقرب يواجه هذا الغرب على كل المستويات، على المستوى الدبلوماسي في الأمم المتحدة حق الفيتو التي استخدمته الولايات المتحدة الأمريكية، على المستوى العسكري نذكر دائما حتى نذكر أنفسنا أن تحرك حاملتي طائرتين لأكبر ترسانة نووية لدولة عملاقة، أن يأتي الاتحاد الأوروبي ويضغط على كل المستويات. هنا أنت أمام دعني أقول منطقة تمثل عمق المقاومة وإعطاء نوع جديد لإعادة ترتيب النظام الدولي، وهذا النظام الدولي الجديد القادم لا يمكن أن يبنى على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الكاملة. وبالتالي أنسانا كنا في الساعات الماضية والأيام قبل 40 يوم كنا كل العالم متركز على الحرب الروسية الأوكرانية الأطلسية، أصبحت الآن حتى زيلينسكي أصبح عيبا استراتيجيا مقارنة بما يجري في غزة. نعم، وذلك ربما ضمن انعكاسات هذه الحرب على غزة. دكتور فوزي، يعني هذه ربما دلالات الفشل الشامل للاحتلال في غزة، لكن ما وراء هذا الفشل أيضا هناك فشل لمحور دعم هذا الاحتلال والقوى الغربية التي ساندته منذ البداية. كيف ترى دلالات ومشاهد وأيضا مؤشرات هذا الفشل الدولي في غزة؟ أشكرك وعلى الاستضافة، كذلك تحية لضيوفك الكرام والتحية للمشاهدين الكرام، وأنا أترحم على أرواح شهداء غزة، شهداء فلسطين وشهداء الإنسانية. نعم، إسرائيل والكيان الصهيوني يقوم بإبادة بشرية، إبادة جماعية، جينوسايد لم يشهده التاريخ، وأعتقد أن ذلك لمحاولته استرجاع هيبته العسكرية التي افتقدت يوم السابع من أكتوبر. فالسابع من أكتوبر بيّن للعالم بأن هذا الكيان وجيش هذا الكيان الذي سمى نفسه الجيش الذي لا يقهر يمكن أن يقهر. صح. بيّن كذلك للشعوب العربية ولشعوب العالم بأن القضية الفلسطينية قضية عادلة ويجب أن تعود من جديد وتوضع على جدول أعمال المجتمع الدولي. بيّن كذلك معركة طوفان الأقصى بيّنت بأن المسألة لم تبدأ يوم 7 أكتوبر، المسألة تعود إلى 75 سنة من هذا الاحتلال. وبالتالي هنا تسقط مقولة من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها. هذه الأهزوجة التي أسمعنا إياها الغرب في الأيامات الأولى في الأسبوع الأول على وجه الخصوص، وهذه هذا الافتراء تبين للعالم، لشعوب العالم، لشوارع العالم، لمدن العالم مدى زيفه. ونعود إلى التاريخ ونعود إلى القانون أيضا، الكيبوتسات والمعسكرات التي تم مهاجمتها يوم السابع من أكتوبر هي تقع ضمن أراضي غزة الكبرى. صحيح. ولم يتم الحديث على أنه دفاع عن النفس. نعم. وكذلك الآن حينما يقوم هذا الكيان الغاصب بالاعتداء على المحرمات، بالاعتداء على المساجد، بالاعتداء على الكنائس، بالاعتداء على المستشفيات التي يحميها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتي تحميها اتفاقية جنيف الرابعة، السكان المدنيين العزل لجأوا إلى المستشفيات وإلى مدارس الأونروا وكالة الغوث للاجئين من أجل أن تحميهم، ولكن هذا الكيان لم يلتزم بكل هذه المعاهدات وبهذه الاتفاقات الإنسانية لأنه أوجع يوم 7 أكتوبر. ولماذا أعطي هذا الضوء الأخضر المفتوح، هذا الشكل المفتوح في الاعتداء من طرف الولايات المتحدة الأمريكية ومن طرف بعض الدول الأوروبية؟ لأن شعروا بأن هذا الكيان في خطر وجودي، وهذا الخطر الوجودي يشكل خطرا على مصالحهم باعتبار أن إسرائيل تعتبر
ثكنة عسكرية في متقدمة في المنطقة لحماية آبار النفط والبترول والغاز وكذلك المضايق البحرية والموانئ البحرية، لأن منطقة الشرق الأوسط تعتبر عقدة استراتيجية، عقدة مواصلات استراتيجية تمر منها حوالي 80% من التجارة الدولية. إذن هرع الغرب لنجدة هذا الكيان الذي أصبح، الذي كان معتبر أن يكون ثكنة عسكرية لهم، وجدوا أنه هو بحماية، هو يحتاج إلى هذه الحماية، وبالتالي أرسلت له الفرقتين والبواخر حاملة الطائرات في البحر والغواصة النووية والغواصة النووية، لأنه شعروا بأن هذا الكيان هو بحاجة إلى تصليب عوده، إلى الوقوف معه خوفا من ضياع هذه المصالح الاستراتيجية للغرب والولايات المتحدة على وجه الخصوص. إذا كان هذا الفشل يحتسب للاحتلال كما للغرب، أيضا تحمل المسؤولية دكتور محمد هويدي، أيضا ألا تعتقد بأن الاحتلال لا يتحمل مسؤولية هذه الجرائم التي ترتكب في كل دقيقة وفي كل ثانية في حق الأبرياء في غزة، وخصوصا في المستشفيات تقول والمناطق الآمنة، لا يتحمل فقط وحده بل كل هؤلاء الذين يدعمونه، الذين يرفضون كذلك وقف إطلاق النار ويدعمونه بكل النواحي العسكرية والاستراتيجية وغيره؟ يعني في الحقيقة دعني أقول لك، من يتحمل ما يجري هي الولايات المتحدة التي أمنت الغطاء السياسي والأمني والعسكري وكذلك الدول، والتي عرقلت عدة قرارات في مجلس الأمن. الولايات المتحدة حقيقة شعرت على أن هذا الكيان هو حقيقة أوهن من بيت العنكبوت، وبالتالي إذا رفعت أيديها عنه سينهار خلال ساعات، ورأينا 7 أكتوبر كيف أن هذا الكيان وبعد 75 سنة من الدعم العسكري الأمريكي والقبة الحديدية وامتلاكه أسلحة نووية، إلا أن هذا الكيان هش وغير حقيقة متجانس، لا سياسيا ولا عسكريا ولا استخباراتيا. وبالتالي هذه القاعدة كما أشار ضيفك الكريم المتقدمة لحماية المصالح الأمريكية والغربية، اكتشف الأمريكي بأنها هزيلة جدا، لذلك لا بد من تأمين الضوء والغطاء السياسي سواء في مجلس الأمن سواء من خلال الدعم العسكري. وبالتالي حقيقة يتحمل الأمريكي ذنبا، أو يتحمل الأمريكي الجزء الأكبر بما يجري من جرائم في الغزة، وبالتالي أمن له الغطاء والدعم العسكري، ورأينا كيف وصول القوات العسكرية مباشرة إلى غزة. حقيقة أيضا الاتحاد الأوروبي، هذا الاتحاد الأوروبي الذي لم يتعلم من درسا من أوكرانيا، على سبيل المثال الاتحاد الأوروبي الذي اصطفى بجانب الولايات المتحدة في الحرب الأوكرانية لم يتعلم درسا، وأيضا ذهب نحو تأمين أيضا الحماية لهذا الكيان، وأيضا محاولة حقيقة تبرير ما يجري في غزة، وأيضا القول بأن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها أمام الهمجية التي وصفوها من قبل المقاومة الفلسطينية. وبالتالي هناك تخاذل دولي ودعم غربي لإسرائيل التي ترتكب جرائم بحق الإنسانية. وبالتالي هنا نقول بأن هذه القيم الغربية وحقوق الإنسان وكل الاتفاقيات الدولية سقطت أمام مصالح الغرب وأمام مصالح الولايات المتحدة وأمام الدعم الغربي الأمريكي لإسرائيل. ولكن هل إسرائيل في هذا التوقيت رغم هذا الدعم ورغم هذا الغطاء هل حققت نتائج ملموسة على الأرض؟ حقيقة حتى هذه اللحظة إسرائيل لم تحقق أي تقدما على أرض الواقع، حتى وهذا واضح جدا ما حدث في مستشفى الشفا. حقيقة هذا المستشفى الذي كشف أكاذيب الإسرائيلي وكذلك الولايات المتحدة والتي كشف هذه الخداع، واليوم الرأي العالمي حقيقة يتغير أمام هذه التغيرات وأمام هذه الأكاذيب وخروج مظاهرات ضد ممارسات إسرائيل. طيب سأعود إليك دكتور محمد. من دعم إسرائيل حتى اليوم يعني حقيقة هناك خلافات داخل الإدارة الأمريكية بسبب غزة، 400 مسؤول يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار. طيب دكتور محمد سأعود إلى هذه النقطة. نعم سأعود إلى هذه النقطة فيما يتعلق بردود الفعل خاصة ما يحدث في الشارع الأوروبي وعموما الغربي، ولكن دعنا نشرك الدكتورة ماجدة المصري عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين معنا من رام الله عبر الهاتف. دكتورة ماجدة مساء الخير.
مساء النور لك ولضيوفك ولجميع المتابعين والمتابعات. شكرا جزيلا. سؤالي سيكون مباشرا، يعني ما يحدث في غزة من مجازر بشعة ومن جرائم لا تعد ولا تحصى ولا يمكن حتى للعقل البشري أن يتصورها، هناك أيضا جرائم أخرى تحدث في الضفة الغربية وهناك شهداء في الضفة الغربية وهناك كذلك جرائم وانتهاكات، ضعينا في صورة ما الذي يحدث في الضفة الغربية بعيدا عن ما يحدث من إجرام أيضا في غزة أو ما يتصل به. بداية دعني من خلال شاشتكم أن أتوجه بالتحية للشعب الجزائري الذي نعتبره كشعب فلسطيني شريك معنا في النضال، والتحية للقيادة الجزائرية ولسيادة الرئيس على الدور الذي لعبوه وحاولوا أن يفرضوه في مؤتمر القمة العربي الإسلامي والذين طالبوا فيه باتخاذ إجراءات وقرارات رادعة مستفيدين من أوراق القوة بيد الدول العربية والإسلامية، لكن للأسف لم يصلوا لذلك، اكتفي بس بالدعوة لوقف إطلاق النار. والتحية أيضا للدور والحرص سواء من خلال القمة أو سابقا على توحيد صفوف الشعب الفلسطيني من خلال جملة الحوارات التي لعبت الجزائر فيها دورة هام جدا، ونحن كفلسطينيين هذا موقع تقدير واحترام كبير عندنا. في الضفة الغربية كما في غزة هي حرب مجنونة، حرب انتقامية من جهة وحرب لخدمة المشروع الصهيوني التصفوي للقضية الفلسطينية. نعم هناك يعني حرب على جميع المقاومين وعلى جميع مقومات الحياة، كما نشهد بشكل بشع جدا لم يشهد له التاريخ في غزة، في جنين، في طول كرم، في نابلس سابقا. نعم هي تدمير للبنية التحتية وتدمير فعلا لمقومات الحياة لأبناء الشعب الفلسطيني وتحديدا على المخيمات التي تشكل بؤر ثورية بين أوساط شعبنا الفلسطيني، وهذا أمر طبيعي جدا بين شعبنا اللاجئ، بالإضافة طبعا للمدن، البلدة القديمة في نابلس، جنين كمدينة، أريحة، جميع مواقع الضفة. بلغ عدد الشهداء من 7 أكتوبر حتى الآن تجاوز 215 شهيد، عدا عن المئات أو الآلاف الجرحى، عدا عن تدمير أيضا كما ذكرت البنية التحتية. هناك تسليح للمستوطنين، وزعت عليهم أسلحة، هم سابقا كانت بيدهم أسلحة لكن لم تكن مرخصة أو مشرعة، الآن مشرعة. المستوطنين، هجوم المستوطنين، إغلاقهم للمدن، للحواجز بين المدن والريف، خروجهم للشوارع، منع التجول، هم يتحكمون بكل شيء بحماية الجيش الإسرائيلي. هناك مناطق بحالها، أنا بالمناسبة في نابلس الآن، بمنطقة حوارة بنابلس، بمنطقة بيت بنابلس، منع التجول من 7 أكتوبر حتى الآن، المحلات مغلقة، الناس لا تستطيع أن تخرج حتى للصيدليات. كذلك ما بين سواتر ترابية ما بين القرى والمدن على هذا الأساس، ومع ذلك هناك حركة مقاومة باسلة، هناك حملة اعتقالات واسعة وتنكيل بالمناضلين حين يتم أسرهم، بمعنى تركهم عراة أو يعني أخذهم عراة، ونشرت صور فعلا يندى لها الجبين. يعني هذا الجيش يعني كلمة لا أخلاقي قليلة جدا عليه، هو فعلا فاشي نازي يتصرف بطريقة انتقامية، بما في ذلك التنكيل بالمناضلين داخل السجون، سحب كل ما كان من بين إيديهم من حصلوا عليه بنضالات طويلة وبإضرابات طويلة، يعني حملة فاشية ضد كل شيء في الضفة الغربية. نعم. طيب دكتورة ماجدة، كيف تتعامل القيادة السياسية مع كل هذه الانتهاكات خصوصا على الأقل في الضفة؟ يعني حتى أكون صريحة، يعني أداء القيادة السياسية ليس بمستوى المطلوب من حرب، مع أننا نحن نعتبر أن
الحرب على غزة هي حرب على الشعب الفلسطيني، الحرب على على حماس هي حرب على المقاومة، ونحن نرفض أي محاولة ل يعني تجريم أو يعني دعش يعني عنه مصطلح بشع حركة حماس، لأن ذلك يمس بالمقاومة، والمقاومة موجودة صحيح. في غزة وموجودة والمقاومة هي ملك لكل الفلسطينيين في الأخير، لكل فصائله، وهي سلاحنا الأساسي في مقاومة الاحتلال، المقاومة بكل أشكالها، وفي القلب منها المقاومة صحيح. المسلحة اللي فرضت القضية الفلسطينية على الأجندة الدولية وحولتها من قضية لاجئين إلى قضية شعب يناضل من أجل حريته ومن أجل استقلاله ومن أجل حقه في العودة إلى دياره اللي شرد منها. حاليا يجري العمل نعم وفي إطار منظمة التحرير من أجل فتح مجددا اختلاط مع حركة حماس. نحن طبعا بالضرورة كجبهة ديمقراطية وعدد الفصائل في صلة دائمة، ونحن شركاء في معركة غزة من خلال جناحنا العسكري، لكن نحن نعمل ومن موقع الحرص والمسؤولية مع عدد من الفصائل من أجل تشكيل قيادة موحدة سواء بالجانب الميداني والتفاوضي أو بالجانب السياسي لاحقا من أجل حقوقنا الوطنية والقرارات الشرعية الدولية. ونأمل أن تتوج هذه الجهود بالنجاح على قاعدة منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد، نعم منظمة التحرير الموحدة التي يشارك فيها حماس والجهاد الإسلامي، والتي هي المعنية بقيادة نضالات شعبنا الفلسطيني، وهي المعنية بأي قضية لها علاقة بمستقبل الشعب الفلسطيني. نحن لا نقبل ونرفض أي محاولات لفصل غزة عن الضفة، وهي نقطة مهمة جدا دكتورة ماجدة، من جميع أبناء شعبنا من جميع القوى الوطنية، نحن شعب واحد وأرض واحدة، وحين نتحدث عن رؤيتنا فنحن على يعني نرى أن الحلول ممكن أن تكون فلسطينية بحتة والقيادة فلسطينية بحتة بمشاركة الكل الوطني، والكل الوطني نعم وتحت راية منظمة التحرير التي وهو ما دفعت إليه المصالحة الوطنية الفلسطينية التي كانت صحيح. من الجزائر، وقبلها أيضا صحيح. الكثير أو العديد من الجهود العربية في هذا الإطار، العربية التي تريد خدمة هذه القضية المركزية. سأعود إليك دكتورة ماجدة. اسمح لي أن أقول بالنسبة لنا كشعب فلسطيني، أوسلو انتهى، طويناه، وأي رؤية لأي حل لن تكون إلا عبر سأعود إليك في هذه النقطة في ربما من خلال هذا النقاش، وسنتدرج قليلا قليلا للوصول إلى المواقف السياسية وما بعد هذا العدوان. يعني بروفيسور مصطفى صايج، نعود ربما إلى الوضع الإنساني، يعني هل تعتقد بأن المنظمات الإنسانية وربما ما كنا نتحدث عنه القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف كلها الآن أصبحت ورقة، أو حقيقة عدوان غزة جعلها الورقة الأضعف، بمعنى الورقة الإنسانية وسط العلاقات الدولية أو في محور العلاقات الدولية لم يعد لها معنى، بدليل أنه ما يحدث من مجازر في غزة لا تحرك له المواقف الدولية ساكنا بمعنى فعليا، يعني لا أتحدث عن طبعا تصريحات فقط. من بين ربما النقاط التي سوف نقف عليها لعقود من الزمن مستقبلا هي قضية الإنسانية وقضية القانون الدولي الإنساني وقضية المجتمع الدولي الذي أعطانا هذا التفاؤل بأنه يمكن أن يكون هناك توافقات على مستوى الدول، على مستوى تفعيل قانون دولي، على مستوى أن تعطي آليات الأمم المتحدة وخصوصا أجهزتها فيما يتعلق ليس فقط بمراقبة ما يجري، لكن أن تعطي كذلك لمجلس الأمن حق فرض الفصل السابع والعقوبات بكل آلياتها. لا أقول للأسف، لكن دعني أقول أحد المكاسب الاستراتيجية، دائما ما أقول مكاسب استراتيجية لمقاومة الأقصى، هي أنها لا أقول عرت الجانب القانون الإنساني، وإنما سوف تعطي نوع من الإحياء
للمنظمات الدولية الغير حكومية، ولاحظ الآن الرأي العام الدولي كيف أصبح ضاغطا حتى في داخل البيت الأبيض، داخل الكونغرس الأمريكي، وحتى في وسائل الإعلام. الجانب الآخر طبعا دائما ما نقول باختصارا أو اختزالا أن النظام الدولي أو المجتمع الدولي هو انعكاس لإرادات القوى المهيمنة فيه التي تحتكر بالظلم التاريخي ديكتاتورية حق الفيتو. لاحظ مثلا منذ 7 أكتوبر إلى غاية اليوم كانت هناك 4 محاولات داخل مجلس الأمن أن يتم اللجوء لوقف إطلاق النار وإعطاء آلية حقوق الإنسان فيما يتعلق على الأقل إرسال المعونات الغذائية عبر المعبر الوحيد هو معبر رفح. إلى غاية اليوم لم يتم، باستثناء تقريبا قبل يومين يوم الأربعاء الماضي عندما قدمت دولة صغيرة جدا وأعطت نوع من مالطا، أعطت نوع من لا أقول حصانة، لكن الجدل كبير وهو أنه أن تفتح ممرات لأوقات كافية. هذه شعارات المطاطية لاحظناها في المجتمع الدولي، قرارات أكثر من 1000 قرار حول القضية الفلسطينية سواء من مجلس الأمن أو من الجمعية العامة الأمم المتحدة أو من مجلس حقوق الإنسان لم يتم تطبيقها في الميدان. عندما تصل الأمم المتحدة بانتكاسة الأعلام وتقول أنه منذ الحرب العالمية الثانية إلى هذه الغاية اليوم لم يتم قتل بجرائم حرب لموظفي الأمم المتحدة، وهنا نتحدث عن بعثات الأونروا، وهنا تقريبا أكثر من 100 مبعوث هو ممثل للمجتمع الدولي على أساس أن الأمم المتحدة هو لسان حال هذا البعد الإنساني. الجانب الآخر بيد من إلى غاية اليوم التدري حتى المعونات التي تقدم، أنت تعرف تقريبا كل يوم كانت 500 قافلة إلى 600 قافلة تدخل عبر رفح على أساس أن منطقة غزة، نذكر للتاريخ والغير مختصين أنها منطقة ب 70% من السكان هم من اللاجئين أم من النازحين. ودائما ما أقول وأذكر أن الأونروا هي شاهد للمجتمع الدولي للجانب الإنساني العالمي، وهي وكالة لتشغيل وإغاثة تقريبا 80% يعيشون على الإعانات على أمل أن بعد النكبة أن يعودوا إلى أراضيهم. والأستاذ قبل أشار إلى نقطة أن ما جرى في 7 أكتوبر هو كان سبقها نوع من المسيرات سميت بمسيرة العودة، وفي مسيرة العودة أكثر من 60 تم اغتيالهم برصاصات العدو بدون أن يحرك المجتمع الدولي، وعلى الأساس ساكن. الآن أصبحت الآن نوع من الجرعات. وحتى الصراع، إذا تابعت أستاذ بدر الدين نقاش داخل مجلس الأمن حول القرار الأخير لفتح ما يسمى بممرات إنسانية واسعة ولوقت كافي بهذا المصطلح، كان نقاش كبير أن تمتنع بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بحجة أنهم يرفضوا مصطلح وقف إطلاق النار، لن نوقف. وبالتالي هذا الشكل على البياض الذي منح للكيان الصهيوني. والجانب الآخر، هل تعرف الآن أن لا يمكن لقارورة ماء أو جرعة أكسجين أو حتى للقاحات أو ضمادات للجرحى الفلسطينيين لا تدخل إلا بموافقة الكيان المحتل الصهيوني؟ كيف يمكن أن تتحدث عن المجتمع الدولي؟ والآن حتى في تطبيق هذا القرار المجتمعات المنظمات غير الحكومية الإنسانية تقول وبسرعة يجب أن نجد الآلية لكي نطبق فيها في الميدان، لأن عندما ترى عدد يعني هذه المنظمات هي تفتقد بالأساس إلى هذه الآليات طبعا التنفيذية. الآليات التنفيذية، لاحظ قبل أيام قليلة كان وزير الخارجية الكيان الصهيوني ووزير الصحة ووزير الشؤون الاجتماعية في جنيف مع الصليب الأحمر يتفاوض، همهم الأساسي كيف يسترجعون أسرى الحرب، لكن لا يهمهم 1.6 مليون فلسطيني نازحين، لا يهم 12 ألف الذين قتلوا العداد في كل لحظة، لا يهم أطفال أنابيب الذين يقتلون بالحصار بالوقود وبالدبابات الصهيونية. وبالتالي أعتقد أن الجانب الإنساني الآن سوف نفتقده، لكن لا أقول نفتقده للحظة، وإنما هو ستنزع كورقة ضاغطة للوبي الصهيوني العالمي وللدوائر الغربية. كفانا 20 سنة وأنتم تدمرون الأوطان من العراق إلى أفغانستان إلى سوريا إلى ليبيا باسم حقوق الإنسان. ودائما ما أقول أتوا بشخص سماوه قيصر وأخذوه إلى الأمم المتحدة وفرضت إبادة جماعية أو عقاب جماعي على الشعب السوري بما سمي بضرب البراميل وغيرها. إذا لماذا لا يكون بنفس المعايير؟ لماذا لا تكون هذه المنظمات غير الحقوقية أو الحقوقية للأسف التي عملت بنفس المعايير؟
وهنا أعتقد بأن المقاومة في حد ذاتها ستعطي نوع من الحركية الديناميكية للمجتمع الدولي الحقيقي للمنظمات التي أصبحت الآن ضاغطة ضاغطة ليس فقط في لندن أو في باريس. الرئيس الفرنسي في الساعات الأولى وضع عقوبة لخمس سنوات كل من يتكلم على حماس أو ما يجري في غزة، عقوبات وكانت رادعة جدا، لكن لاحظ الآن تغييرات أن المواقف الغربية أصبحت متكيفة مع شعوبها الضاغطة. حتى وزير الخارجية الذي ذهب كصهيوني إلى إلى إلى, إلى لا أقول وزارة الحرب وإنما وزارة الإجرام. وزارة الإجرام والحرب قالها صراحة أطلبوا ما شئتم، وهنا الطالب ما شئتم أن تذهب إلى الكونغرس وتصوت ل 14.3 مليار دولار كإعانات، وأن تعطي القنابل لكي تدمر أقل، بمعنى على الأقل لا تعطي الرأي العام الدولي ليكون ضاغطا. إذن أعتقد بأن المسألة المجتمع الدولي القانون الدولي الإنساني سقطت كل هذه الأقنعة، هو بإرادة المقاومة. عندما أقول بإرادة المقاومة دائما فاتورة الحرية هي بفاتورة الشهداء، كلما كانت معظمة بفاتورة الشهداء سيكون وعي. وهنا القلق الصهيوني والغربي أين يكمن؟ في المقاومة القادمة، لأن هناك استمرارية. قد تدمرنا البنيان لكن لا تدمرنا الوعي، لا تدمرنا العقل المقاوم. هذا العقل المقاوم هو استمرارية لا متناهية، وهذه الاستمرارية هي التي سوف تعطي للغرب ليس فقط في انحطاطه القيمي والأخلاقي. عندما سقط الاتحاد السوفيتي كانت تبشير قيم الحرية والديمقراطية الغربية حقوق الإنسان انتشرت في العالم، وكان فرانسيس فوكوياما نهاية التاريخ والرجل الأخير. هذا الرجل الأخير سيكون آخر رجل سوف يعطي الدروس للعالم حول حقوق الإنسان، وبالتالي الفلسطيني المقاوم سوف يعلم العالم الغربي، لا أقول كدائرة صماء كتلة مغلقة، وإنما هؤلاء اللوبي الصهيوني يعطيهم دروس في كيفية الشعوب تعيد حرياتها. والآن لاحظ الاصطفاف الرأي العام الدولي سنأتي على كل المستويات في هذا الإطار. صحيح. طيب بروفيسور فوزي أراك، سجلت العديد ربما من نقاط خلال هذا النقاش، وسأتيح لك التفصيل فيها مع هذا السؤال. هل حقيقة يمكن أن نجد سببا واحدا يجعل هذه المنظمات الإنسانية تتأخر على الأقل من أجل الدخول إلى المستشفى الذي يحتله الآن جنود الاحتلال، وحماية الأطفال الخدج وحماية المرضى؟ ما الذي يمنعهم من الوصول إلى هذا المستشفى؟ أشكرك. في الحقيقة أنا أود أن أوضح مسألة في غاية الأهمية. الكيان الصهيوني أشبع العالم والعالم العربي خاصة دعاية، ونفخ نفسه كثير يعني أنه الجيش العاشر في العالم والرابع في المنطقة والأكثر تطورا، والأكثر تطورا. في خلال ست ساعات تم هزيمة واختراق كل هذه المنظومة الخادمة دون أن يأخذ علما. نعم، وبالتالي هذا يعتبر فشل استخباراتي من الطراز الأول للكيان الصهيوني ولأمريكا بالذات. لماذا؟ لأنه هي التي تحميه وهي التي تدعمه بهذه التكنولوجيا، فاعتبروا هذا موجه لهم مباشرة، لذلك دخلوا في الحرب فورا. والدليل على ذلك حضور وزير الدفاع الأمريكي، رئيس أركان الجيوش في منطقة الشرق الأوسط، رئيس المخابرات، ثم السياسة بلينكين ثم بايدن، وبلينكين ثلاث مرات، زيارات ثلاث مرات. إذن هذا خلق نوع عندهم من الخوف والرعب. غزة كما قال الأستاذ 365 كيلومتر مربع، يعني بالضبط حتى يفهم المشاهدين نصف ولاية، نصف مساحة ولاية الجزائر، وتشهد هذه الحرب الكونية. إذن هناك شيء جلل وقع. هذا الشيء الجلل وقع كان رد فعل الكيان الصهيوني المدعوم أمريكيا الانتقام. وهنا نوجه التحية لشخص اسمه دوفيلبان الفرنسي الذي استعمل كلمة لافونجونس. هذا انتقام من الشعب الفلسطيني وليس من حماس فقط. صحيح. لأنه حماس هي جزء من الشعب الفلسطيني. إذا والقضية كما قلت وأعيد أقول عمرها 75 عاما. الضفة الغربية في حوارة وفي نابلس وفي الخليل وفي كل التجمعات الفلسطينية والمخيمات على وجه التحديد في رام الله،
هي ليست حماس. إذن إذن ولا في الضفة الغربية. في الضفة ليست حماس. إذن أن تكوين جبهة عالمية مع الأسف الشديد هذا هذا استعمل من رئيس دولة إنه يجب أن نشكل تجمع تحالف عالمي من أجل القضاء على حماس داعش. من الذي أنشأ داعش؟ نرجع إلى كتاب هيلاري كلينتون التي تقول بأن داعش من صنعنا، وبالتالي هذا الكلام مردود عليهم. المسألة الآن يتضح أن من خلال المقاومة والمقاومة وحدها وليس بالمفاوضات من أجل المفاوضات. شبعنا الشعب الفلسطيني شبع مفاوضات على مدى 30 عاما. إذن المعركة معركة طوفان الأقصى والإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل أسقطت كل الأقنعة كما قلت. نعم. وأسقطت أوسلو وأسقطت حل الدولتين، هذا الكلام الكاذب، لأنه ما في دولتين على الإطلاق، في دولة واحدة اسمها الكيان الصهيوني وممنوع. صحيح. الحلم الفلسطيني ممنوع، وقالها نتنياهو قبل أسبوع من معركة طوفان الأقصى أن سوف نمنع الحلم الفلسطيني. وكلمة نمنع ترجمت هذه الكلمة بمحاولة التهجير القسري إلى سيناء، وهذا المشروع كان جاهز ومعد من قبل معركة طوفان الأقصى. طوفان الأقصى، معركة طوفان الأقصى والمعركة الجارية فصولا إلى هذه اليوم، والعدوان الذي يجري فصولا إلى هذه اليوم، قلب الطاولة على رأس هذا المشروع الذي كان يعد له، وبموافقة بعض العرب المطبعين نقولها على رأس السطح ولا نستحي من ذلك، لأنه هناك هذه معركة طوفان الأقصى أثبتت كذلك حتى للمطبعين بأن التطبيع مع هذا الكيان لن يحميهم ولن يحميهم. وبالتالي هذه المسألة من فضائل هذه الجولة من جولات المقاومة والتي نعتبرها نموذج معركة تحرير فلسطين، لأنه ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. لا نستعمل ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالمقاومة. هذا حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، كفلته له المواثيق الدولية، الشرائع الإلهية وكذلك حتى الإنسانية. أرضي محتلة، من حقي المقاومة. وكلمة الدفاع عن النفس مرة أخرى هي كلمة تضليلية استعملها الغرب في إعلامه لتمرير المشروع الأمريكي الصهيوني ولتصفية القضية الفلسطينية. أما فيما يتعلق بمسألة ما طرح يعني أو ما يطرح حول ما بعد حماس كما يقول نتنياهو، هو لا يستطيع أن يقول ما بعد حماس، وليس من حقه أن يستطيع أن يقول، لأن المقاومة لازالت في الميدان، لازالت صامدة، لازالت تكبله خسائر كبيرة جدا. هذا الشكل المظهري لدخول الدبابات، في هناك فرق بين الدخول وبين السيطرة، وهذه يعرفونها العلماء العسكريين، وبين الاقتحام. نعم، وبين الاقتحام، لأنه حينما تدخل بعض الدبابات في مناطق رخوة، مناطق خضراء، مناطق سهلية، مناطق زراعية، هذا لا يسجل نصرا، لكن المهم أنت دخلت، كيف تخرج. هذا وقال له بايدن الرئيس الأمريكي، قال لرئيس الكيان الصهيوني بأنه انتبه من دخول غزة، انتبه من البقاء في غزة. أما مسألة ما بعد غزة فهذه مسألة تخص الشعب الفلسطيني وحده. صحيح. والكيان المحتل لا يستطيع البقاء ولا في نقطة في غزة، رغم أنه حتى هذه المرة يحاول. إذا سمحت لأضيف فقط حتى أكمل. نعم. ما قلته في حول المنظمات الإنسانية. نعم. والمجتمع الدولي، المجتمع الدولي عنده معايير مزدوجة، حينما يكون الشيء في مصلحته يطرح حقوق الإنسان، وحينما يكون ضد مصلحته يطرح هذا الموضوع، وبالتالي هذه مسألة تضليلية. المجتمع الدولي متى يفهم ويحترم القوانين الدولية؟ حينما تمس اقتصاده، وحينما أقول يتمس اقتصاده، الطائرات الإسرائيلية التي تدك وتدمر
البنى التحتية, البنى التحتية في غزة وتدمر المدنيين وتقصف الجرحى وتقصف الأطفال. هذه مزودة ببترول عربي مع الأسف الشديد, وقالوها كثير من الخبراء الأوروبيين. إذن حينما في عام 73 أوقف العرب البترول, وكانت نتيجته يعني حققت هدفا كبيرا. العرب بيدهم البترول, العرب بيدهم الاقتصاد, العرب بيدهم المال, العرب بيدهم قفل قناة السويس, باب المندب, مضيق الهرمز. إذن بيدنا أوراق كثيرة وبيدنا الشارع أيضا. لماذا؟ لأنه صحيح أن الشارع العالمي والضمير العالمي تحرك, لكن كذلك شعوبنا العربية يجب أن تعي الدرس بأنه وشعار أكلت يوم أكل الثور الأبيض بيدها كل هذا, لكن هل بيدها القرار السيادي؟ وهو سؤال الأهم. طيب أتحول إلى الدكتور محمد هويدي. يعني تابعت أكيد كل الصور التي كانت تصلنا عبر وسائل الإعلام وحتى وسائل التواصل المتاحة على الأقل. شاهدنا تلك الصور لجنود الاحتلال يدخلون مستشفى الشفاء وهم الآن يقبعون وراء جدرانه ويقتلون الأطفال للأسف والمرضى وحتى الأطقم الطبية. طيب كيف تابعت الدعاية التي يريد أن يوصلها هذا الاحتلال من خلال تصويره بعض ربما الأوهام, دعني أقول, لكراتين أو ربما علبة واحدة فيها سلاح واحد؟ يعني كيف تقرأ هذه الدعاية الواهية التي يريد تسويقها ولا يصدقها إلا واهم؟ يعني حقيقة ما يقوم به العدو الإسرائيلي إعلاميا هي مهزلة بكل ما تعنيه الكلمة من خلال هذه التصويرات ومن خلال هذه الأكاذيب, وحتى من خلال تصوير معلم سياحي في السويد وأشار الكيان إلى أن هذا النفق هو نفق لحماس. يعني وبالتالي هذا يعطينا انطباع عن مدى تخبط الإسرائيلي ومحاولة إيهام العالم أن فعلا هو يتعرض لهجوم, وبأن حماس هي منظمة داعشية وبأنه يحمي أهالي غزة من حماس. وبالتالي هذه البروغندا الإعلامية حقيقة سقطت للكيان, وتحديدا اليوم بعدما بدأ المجتمع الدولي بالنزول من أعلى الشجرة وبدأت أصوات ترتفع مطالبة بإيقاف هذه العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين. كل محاولات الإسرائيلي إعلاميا وسياسيا ورغم ما يمتلكه من نفوذ في البيت الأبيض, إلا لأن الآن بدأت المعطيات تتغير وليست في صالح الإسرائيلي. اليوم هذه المظاهرات التي نراها اليوم, هذا التحرك الذي نراه على كافة الأصعدة الدولية والمحلية, وهذا الحراك أيضا في مجلس الأمن الذي مرر المشروع رغم أنه مشروع يعني لا يرقى حقيقة إلى تطلعات ما يجري في أهالي غزة أو لا يرقى إلى مستوى الجرائم التي يقوم بها الإسرائيلي, لكن بدأت هناك تتغير الأمور وبدأت تنكشف حقيقة هذا الكيان الصهيوني الذي استغل بعض الأحداث والذي روج للأكاذيب. حتى اليوم القنوات الفضائية بدأت تتراجع, منها البي بي سي التي اعتذرت عدة مرات عن نشر أكاذيب إسرائيلية, وبالتالي بدأت حقيقة تنكشف هذه الألاعيب الإسرائيلية التي لا يمكن حقيقة الترويج لها. نرى آلاف من الأطفال تسقط من خلال استهداف المدنيين, من خلال استهداف البنية التحتية, من خلال استهداف المستشفيات. لا يوجد أي نصر عسكري حتى هذه اللحظة لإسرائيل. إسرائيل لا تقصف إلا المدنيين, لم تحرر أسيرا واحدا من الأسرى الذي أخذتهم فصائل المقاومة. طيب دكتور محمد, لمن تسوق هذه الدعاية يعني ولأي أهداف؟ لمن تسوق هذه الدعاية المكشوفة والمفضوحة ولأي أهداف إذا كانت يعني خيوطها واهنة لهذه الدرجة ولا يمكن تصديقها بأي شكل من الأشكال؟ يعني حقيقة نتنياهو وبسبب الدعم الغربي أراد في الحقيقة تمرير مشروع وهو تهجير أهالي غزة. هناك حلم يراود نتنياهو والمتطرفين بإسرائيل وهو بيهودية الدولة وعبرانية الدولة, وبالتالي اعتقد نتنياهو بأن ربما تكون هذه أحد الفرص الذي عليه اقتناصها في هذا التوقيت لإجراء تغيير ديموغرافي وتهجير قصري من خلال الدعم الغربي ومن خلال دعم الولايات المتحدة, وحاول الترويج
لهذه الدعاية وحاول الترويج لمثل هذه الأخبار والبروغندا الإعلامية التي حقيقة لم تعد حقيقة تنطلي على أحد. لكن أيضا علينا أن نقرأ بالمشهد بأن الأمريكي هو أحد أسباب تعنت إسرائيل ووحشية إسرائيل وإجرام إسرائيل. الأمريكي الذي يعرقل كافة المشاريع والذي حقيقة هو يؤمن الغطاء والذي أرسل المعدات العسكرية وأرسل الغواصة النووية وأرسل حاملات الطائرات إلى شرق المتوسط هو من يمنح الضوء الأخضر لإسرائيل. أكاذيب إسرائيل واضحة. فشل استخباراتي أمريكي إسرائيلي في غزة حتى الآن. لا يوجد أي انتصار حقيقة حتى هذه اللحظة أو أي نتيجة بإمكان نتنياهو توظيفها في مرحلة ما. حتى هذه اللحظة الفشل تلو الفشل تلو الفشل والانتقام تلو الانتقام تلو الانتقام. وبالتالي لولا الغطاء الأمريكي أعتقد بأن إسرائيل لن تحتمل أيام أمام ضربات المقاومة الفلسطينية. وكذلك لولا هذا المجتمع الدولي الذي يمتلك حقيقة الفيتو في مجلس الأمن والذي هو من يسيطر على الاقتصاد وعلى السياسة الدولية أعتقد بأن إسرائيل هي أوهن من بيت العنكبوت. لكن هذه التغيرات اليوم التي تطرأ ربما تغيب من الواقع الجيوسياسي التي تعانيه المنطقة والتي بدأنا اليوم نتحدث ونتلمس نظام دولي جديد متعدد الأقطاب ربما تنطلق. هل أفهم من تحليلك دكتور محمد على أن الكيان الصهيوني بات أو هو بالأساس عصابة إرهابية إجرامية لكنها تتحكم في ما يسمى المجتمع الدولي وفي هذا القرار؟ بكل تأكيد هي عصابة إرهابية إجرامية وكلنا نعلم الإجرام الإسرائيلي منذ 75 عام. هل تعلم أن اليوم العرب قدموا 7 مبادرات للسلام مع إسرائيل وإسرائيل أجهضت كل هذه المبادرات؟ هي عصابة حقيقية لا تؤمن حتى بحل الدولتين، لا تؤمن بالسلام، لا تؤمن بأن تكون دولة طبيعية خاضعة للنظام الدولي. وصلت الفكرة. الدولية هي عبارة عن عصابة إرهابية بكل ما تعنيه الكلمة، لا تختلف عن داعش. لكنها للأسف أو للأسف هذا المجتمع الدولي يأتمر بأمرها بشكل أو بآخر. طيب دكتورة ماجدة المصري أعود إليك وأسألك، هذا فيما يتعلق بالمواقف الغربية وربما هذا له أكثر من تفسير، لكن ماذا عن المواقف العربية والإسلامية؟ كيف ترين ربما تفاعلهم مع ما يحدث في غزة من جرائم؟ يعني لا أعتقد بأن الإنسانية شهدت جرائم كالتي نشاهدها هذه الأيام، ولا صور مؤلمة ولا صور كذلك مخجلة لكل إنسان في ما يحدث في غزة خصوصا. يعني كيف تتابعين قل هذه المواقف، خاصة وأنها من المهم جدا أن تكون إلى جانب هذه القضية التي يقال بأنها القضية المركزية وبأنها القضية الأم؟ دعني بداية يعني قبل أن أجيب على هذا السؤال ملاحظة سريعة أو إشارة سريعة حول موضوع المجتمع الدولي. تفضلي. ما نشهد الآن من طوفان بشري في جميع عواصم العالم وتحديدا في الدول التي تعتبر شريكة في الحرب مع إسرائيل ضد شعبنا في غزة وشعبنا الفلسطيني وضد قضيتنا وحقوقنا الوطنية بشكل واضح، هي ثورة لهذه الشعوب ضد آلية عمل المؤسسات الدولية. لأنه واضح وبشكل مفضوح موضوع ازدواجية المعايير، تحديدا لأن هذه الحرب تأتي في الوقت اللي كانت فيه الحرب في أوكرانيا مستمرة وازدواجية المعايير واضحة. هي فعلا ثورة شعوب العالم المضطهدة، شعوب العالم المدافع الحقيقي عن حقوق الإنسان، ونحن على ثقة بأن هذا سيترك آثاره على المؤسسة الدولية. هناك مطالب باتت واضحة جدا ليس فقط ممن هم يعدون نفسهم لتقديم وابتدأ تقديم الدعاوى للمحكمة الجنائية، سواء 300 محامي على مستوى العالم أو المحامين في كندا أو في المناطق العربية، إنما لتغيير النظام الدولي بمعنى قوانين المؤسسة الدولية التي وضعها الاستعمار بعد الحرب العالمية الثانية.
هي نعم كانت الأساس الدعوة إلى حقوق الإنسان، لكن كبلت جميعها بدون آليات تنفيذ، ربطت بمجلس الأمن الذي تتحكم فيها الدول الاستعمارية، ربطت بها. وعلى هذا الأساس مؤسسة مثل الصليب الأحمر هي عاجزة عن تقديم أي شيء، ما تقدمه هو توثيق. حينما توجهنا لهم بموضوع الأسرى وما يتعرض له الأسرى الانتهاكات، هم عاجزين وقالوا لنا بإمكاننا أن نقف معكم ونشارك معكم بالاعتصام، لأننا لا نستطيع أن نزورهم حتى، ليس بيدهم أي آلية تنفيذ. جميع هذه المؤسسات الدولية اللي موجودة في غزة الآن ولم تتحرك، لا تملك آليات التنفيذ، ومقيدة جميعها بقرارات مدروسة بدقة لخدمة الجهة التي تتحكم بالقرار وهي الدول الاستعمارية، والتي يحركها بشكل واضح جدا الولايات المتحدة الأمريكية، ومعها الدول الاستعمارية الأوروبية التي يعني انكشف وجهها الحقيقي ونفاقها من أجل قضايا حقوق الإنسان، حتى أمام شعوبها انكشف هذا النفاق. هذه الدول التي نهبت أفريقيا ونهبت كل مقوماتها ومدخراتها، اليورانيوم والذهب والبترول وإلى آخره، والتي باتت فعلا الثورة ابتدأت في أفريقيا ضد فرنسا وضد باعتبارها دولة استعمارية. أردت بس فقط أن أشير لهذه القضية. نعم، على خلفية غزة بالتأكيد نحن أمام تغيير كبير في التعاطي مع المنظومة الدولية باتجاه التغيير فيها على يد الشعوب الحقيقية المدافعة عن حقوق الإنسان. أما بالنسبة للدول العربية، وهذا مؤلم، وقفة الشعوب العربية وقفة عظيمة تاريخيا، وقفة عظيمة وقفة الشعوب العربية، ومطالبها واضحة ومطالبها من الدول، بعضها غير قادر أن يتحرك. نحن ندرك وضع الشعوب في الخليج، لكن في الدول، في سائر الدول العربية مطالبها واضحة جدا. الجميع كان يتطلع، ربما نحن لسنا سياسيين مش مستهجئين، إلى أن مؤتمر القمة العربي الإسلامي ممكن وبإمكانه أوراق قوة أن تشكل ضغط حقيقي على المصالح الأمريكية من أجل فعلا أن يرقى القرار إلى وقت إطلاق النار الذي تعيقه أمريكا وتعيقه عدد من الدول العربية، بعض منها لربما تراجع أمام ضغط شعوبها في أوروبا، وعني هنا فرنسا تحديدا. هذا الأمر بمعنى الإجراءات اللي لعبت فعلا الجزائر مع بعض الدول العربية دور هام بهذا الموضوع، إجراءات ملموسة واضحة سواء في موضوع البترول اللي استخدمت السعودية في الأوبك في موضوع أوكرانيا، لكن لم يستخدم الآن في موضوع فلسطين. دكتورة ماجدة، دائما في نفس ما تقولين، يعني معذرة على المقاطعة، لكن ألا تعتقدين بأن يعني ورقة أو المقاومة أيضا قدمت أوراق جديدة للضغط للمواقف العربية خصوصا لدول الطوق بالنسبة لفلسطين، قدمت لهم أوراق جديدة للضغط، وهي ورقة مثلا الأسرى سواء من جنسيات مختلفة أو كذلك من جنود الاحتلال، ألا تعتقدين بأن في حد ذاتها أو بحد ذاتها هذه الورقة كان من المفترض أن الدول العربية على الأقل التي تتوسط الآن مع الدول الغربية والاحتلال أن تضع هذه الورقة على الطاولة وتضغط بها؟ نقطة ضعيفة جدا، يعني نسمع بها لكن واضح أنها على أرض الواقع غير مفعلة وما أثبتش مسارها الطبيعي. هناك أوراق نقاط قوة كثيرة بالإمكان الضغط عليها في موضوع سواء الاتفاقيات الموقعة، يعني جيد ما قرار الأردن بسحب السفير وتعليق توقيع اتفاقية، لكن الأساس الاتفاقية الكبرى يعني التلويح بالاتفاقيات الموقعة تحديدا الدول اللي عندها سفارات، سواء بما حصل في أمريكا اللاتينية في عدد من الدول في العالم، ما حصل في إسبانيا، ما حصل في إيرلندا. للأسف يعني الآن الدول العربية جميعها تطالب بوقت إطلاق النار، وأخذت قرار بوقت إطلاق النار وبفك الحصار، وهي القضية الرئيسية لحماية
الخدج اللي الآن أربعة منهم توفوا من لحظة دخول قواتهم لمستشفى الشفاء. نعم. طيب. فبالتالي ما أردت أن أقوله أن بالإمكان الآن إحنا نحن نراهن طبعاً نراهن على المقاومة وانتصاراتها ونراهن على مقاومتنا بالضفة ونراهن على ضغط الشعوب العربية على حكوماتها من أن تستخدم أوراق القوة للضغط على أمريكا في مصالحها وهي كثيرة بما فيها السيارات المدنية الإسرائيلية تمر فوق الدول العربية لا. بما فيها مصالح الأمريكية في عدد من الدول العربية اللي ابتدأت الآن تحركها في سواء في العراق أو في اليمن هذا مشهود لهم بمعنى قادرين على الضغط من أجل وقف حمام الدم وقف على الأقل يتم لشعبنا الفلسطيني. هذه قضية رئيسية وهمة جدا لن نتحدث عن دورهم لاحقا لأن الجميع له مطامح والجميع يتأثر بضغوط الولايات المتحدة الأمريكية. نتحدث الآن والموضوع السياسي أكيد هو موضوع في الملعب الفلسطيني بقدر ما هو متماسك موقفه وصلب موقفه وموحد موقفه هو قادر أن يحقق نتائج لها علاقة بحقوق شعبنا ومستقبله. لكن الآن وقف الحرب وقف حمام الدم هو القضية الرئيسية المطلوب الضغط بشأنها. طيب بروفيسور ربما قبل أن نلج إلى فقرة البرنامج في الأخير يعني كما يقول بعض المحللين وصلنا أو ما يحدث في غزة وصل إلى مرحلة عض الأصابع. إذا كنا كذلك من سيفرض شروطه الآن ميدانيا وسياسيا؟ طبعا هو من الصعب لست في حرب تماثلية بمعنى أنت صحيح. لا تمتلك عناصر الدولة بكل مؤسساتها فيما يتعلق بالمقاومة وبالتالي أعتقد المقاومة تمتلك دائما ما أقول أوراق استراتيجية هدفها الأسمى حدد منذ البداية في الحركية لطوفان الأقصى حددت أربعة أهداف أساسية. أول شيء يتعلق الأمر بما يجري في القدس لا لتهويد القدس وسميت بطوفان الأقصى انطلاقا من الحكومة الدينية التي بدأت تغير الجانب الديمغرافي والزمني وأصبحت باعتداءات يومية لاحظناها في كل شهر رمضان بن غفير وجماعاته الذين يدنسون المسجد الأقصى وهذا هدف استراتيجي لا يمكن أن يحدد بفترة زمنية وإنما هو استمرارية للمقاومة بكل أشكالها. الجانب الثاني تحدثت عن ما يجري في الضفة الغربية نذكر فقط أن ما يجري في الضفة الغربية أنت لديك دولة باتفاقيات أوسلو المزمع أن تكون هناك مرحلة انتقالية لخمس سنوات وتقيم الدولة بكل أركانها وبالتالي منذ أوسلو 94 تقريبا إلى غاية اليوم لا يوجد أي خيار وحتى مفاوضات وأكثر من ذلك الطرف الصهيوني كما قال أستاذي قبل قليل نفى ونسف أي مشروع لهذه الدولة حتى في أدبيات الحكومة الحالية هي لا تعترف بهذه الدولة الفلسطينية. الجانب الثالث يتحدث عن الأسرى أكثر من 7,000 أسرى من بينهم نساء وأطفال يقبعون في السجون ولا المجتمع الدولي ولا المنظمات الإنسانية غير الحكومية تتحدث عن هؤلاء. أما الجانب الرابع فهو فقط التفاتة هناك تقارير لمجلس حقوق الإنسان العالمي تقارير لمنظمات حقوقية تقول أن قطاع غزة لمدة 17 سنة وهو يعرف عقاب جماعي تحت هذا الحصار بكل المستويات وبالتالي المقاومة في أهدافها الاستراتيجية محددة متكاملة. أما التغييرات كورقة استراتيجية فهو الآن ممكن بالجانب التكتيكي لاحظ مثلا المقاومة وكأنها برغم أنها مقاومة لكن تتعامل بمنطق الدولة جيشها المقاوم حقق نتائج على كل المستويات في الجانب صحيح. الأخلاقي وكأنه ملتزم بقواعد جنيف عندما ترى كم عدد الصهاينة الذين اغتالهم من القادة من النخب العسكرية وكم دبابة يقتل في اليوم واليوم فقط جنرال صهيوني طبعا هذه الأخلاق بما يقابله الجانب المدني تدمر البنية المنشآت. الجانب فيما يتعلق بإدارة القتال أو المقاومة تم اختطاف أولا القيادات العسكرية التي كانت في غلاف غزة وهي مستوطنات كلها على أمل في إدارة المقاومة التفاوض كما بدأ في المرحلة الأولى تصفير السجون. أنا لدي أكثر من 7,000 يجب أن يطلقوا سراحهم لأنهم بغير حق الإدارة الاحتلال تقتلهم.
أما الآن فيما يجري من وساطات، لاحظ في الساعات الأخيرة وبكل وضوح وشفافية يخرج الناطق باسم المقاومة ويحدد. نحن عندما نتحدث بهدى إنسانية هذه هي شروطها. أولا عندما أقول 5 أيام أن تعطي كل الإعانات الإنسانية لجميع سكان غزة وليس فقط للجنوب، لأن الفكر العنصري الصهيوني يريد أن يطهر المنطقة في الشمال وهنا كل ما يجري من استراتيجية عدوانية في هذه المنطقة. الجانب الثاني وهو يتعلق بمقال قد نجزئ في المفاوضات تبادل الأسرى وقد يكون كاملة. الآن مرحلة التجزئة وهي بمعنى أن تطلق سراح بعض المدنيين من أطفال ونساء ما يقابله أنا لدي أجنداتي، لكن الهدف الاستراتيجي بعيد المدى وهو أتمنى لضيفتك وحتى الأستاذ معي في البلاطو الذي يهم أكثر أن هذه المقاومة فرصة تاريخية لإعادة لحمة بناء المنظمة التحرير الفلسطينية كمنظمة بكل خياراتها. بمعنى أنني أنا صبرت، قدمت نذكر تاريخيا تنازل الفلسطينيون على 1-8-1 التي أعطتهم 45% من الأراضي التاريخية، ذهبوا إلى أوسلو وتفاوضوا على 22% من الأراضي التاريخية. الآن إذا حسبتها بالمفهوم التوسعي الديمغرافي، الآن البرنامج الحكومي أن تصل في إلى 1,000,000 مستوطن، أن تعترف بالمستوطنات ما يسمى بالعشوائية وأن تضيف المستوطنات الجديدة في غزة، أن يكون تهجير القصري، ماذا بقي 22%؟ وبدون أن يكون تواصل جغرافي ولا بشري بين الضفة وغزة. رجاء دائما أن نضع هذه الخريطة حتى نقول 10 سنوات وأنا أكرر شبراني ولا تطلب أكثر ولا تطمع في وطن أكبر، لأن يهمهم أن حماس إرهابية، وليس حماس فقط، الجهاد إرهابية. حتى غدا أي لون أيديولوجي في فلسطين سيكون بالمفهوم الصهيوني هو إرهابي. ألم تكن منظمة التحرير الفلسطينية عندما أعلنت دولتها وأخذنا الرئيس الراحل ياسر عرفات إلى الأمم المتحدة كان يصنف كتنظيم إرهابي وجماعة إرهابية؟ كل مقاوم لاسترجاع حقه سوف تقول صهيونية أنه هذا هو الإرهابي. وهم خلقوا داعش من أجل أن يدعشنوا كل المقاومات الأصيلة في أوطاننا العربية للأسف. فدكتور فوزي، يعني في سؤال ربما أخير قبل أن نذهب إلى الفقرات، يعني لصالح من الآن لعبة الوقت؟ يعني من ناحية قادة الاحتلال يتحدثون بأنه هي فقط البداية، بداية هذا الحرب، ونحن نعرف بأنهم يتألمون جدا للخسائر التي يتكبدونها. لمن حقيقة الوقت يخدم، أو من يخدم في هذه الأحداث المؤسفة في غزة؟ أنا أعتقد وبكل شفافية ووضوح بأن الوقت يعمل لصالح المقاومة، بدليل أن الاشتباكات اليومية وعلى مسافة صفر تكلفهم خسائر بشرية كبيرة جدا. الكيان الصهيوني عودنا بأنه يخشى ما يخسره في الميدان من جنود ومن ضباط، وكثير من ضباطه ومن قادة سراياه يكونوا في مقدمة القوى المقتحمة ويموتون في الميدان. إذن لا مجال له، والأمر للكبرياء. بالصور نعم. لما تبثه المقاومة تماما للكبرياء بالدليل. وهذا كبرياء نتنياهو، لعله يحقق شيء أو صورة نصر يقدمها لمجتمعه ويقدمها لأمريكا تحديدا، أنه لا احنا ما تصغرنا، احنا ما زلنا كيان عسكري وقادر على تنفيذ الأمر وقادر على التنفيذ أن يكون الثكنة العسكرية التي تريدون في منطقة الشرق الأوسط. إذن صمود المقاومة والإشغال في الميدان والخسائر البشرية الكبيرة سوف تدفع بالشعب المجتمع الصهيوني للضغط على قادته العسكريين وعلى الضغط على قادته السياسيين من أجل وقف الحرب ومن أجل صفقة تبادل وتبييض السجون، وكذلك إطالة أمد الحرب لا تعمل في صالح هذا الكيان ولا داعميه أيضا. نعم، وحتى لداعميه، أمريكا محرجة، فرنسا محرجة، بريطانيا محرجة، ألمانيا محرجة، إيطاليا محرجة، البلدان التي أعلنت بوضوح وبصراحة وقوفها إلى جانب هذا الكيان. والدليل القاطع أن شوارع هذه البلدان تمتلئ
بالضمير للمرددين والمطالبين بوقف العدوان. يعني بروفيسور فوزي يعني حتى في هذا الإطار حتى على المستوى الرسمي أكثر من 400 من كبار الموظفين والخبراء في البيت الأبيض و40 وكالة حكومية وقعوا على عارضة من صحيح. أجل رفض هذا الدعم لا مشروط للحكومة البريطانية. واعترف بلينكين نفسه أو الأمريكي عفوا وزير الخارجية الأمريكي اعترف بوجود خلاف في داخل الإدارة صحيح. الأمريكية وفي داخل وزارة الخارجية الأمريكية في المطالبة بوقف الحرب. إذن هذه التفاعلات الدولية سوف تفعل فعلها، ولدينا تجربة في هذا أو مثل في هذا المجال أن الشوارع حينما امتلأت بالجماهير المنددة بالعدوان الأمريكي على فيتنام أوقفت أمريكا معاركها في فيتنام ووصلوا إلى مؤتمر دولي للسلام واستقلت فيتنام. إذن الشعوب المنتفضة أو الشعوب الضمير الحي في العالم الذي يتحرك سوف يشكل عامل ضاغط أساسي على الإدارة الأمريكية وعلى القرار الأمريكي من أجل وقف العدوان، إلى جانب صمود المقاومة وكذلك لا ننسى الدم المهراق للمجتمع الغزي ولأطفال غزة ولجرحى غزة ولشهداء غزة. طيب نمر مباشرة الآن إلى فقرة صناع الحدث بعد هذا الفصل. أهم تصريحات صناع الحدث المختارة لعدد اليوم، البداية بتصريح للسيد أسامة حمدان القيادي في حركة حماس، والذي قال بأن نتنياهو يطيل أمد الحرب لأسباب شخصية والمقاومة بخير والقادم أعظم. إلى التصريح الثاني معنا لكريم خان وهو المدعي العام للجنائية الدولية، والذي يقول بأن مكتبي يتمتع بالسلطة القضائية على جميع الجرائم المرتكبة داخل الأراضي أو أراضي دولة فلسطين. ثالث تصريح معنا في فقرة صناع الحدث للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قال بأننا ندين بأكبر قدر من الحزم كل عمليات القصف التي تستهدف المدنيين وخصوصا البنية التحتية المدنية التي يجب حمايتها بموجب قانوننا الدولي والقانون الإنساني. أطلب من ضيوفي طبيعة الحال التعليق على أهم تصريح يرونه مهم ضمن هذه الأحداث. طيب دكتورة ماجدة، استمعت ربما لأهم هذه التصريحات، ما التصريح الذي تعتقدين بأنه ربما مهم ويحمل دلالات بالنسبة لك دكتورة ماجدة؟ طيب دكتور محمد هويدي تسمعني؟ دكتور محمد؟ اي نعم اسمعك تفضل. نعم طيب، تصريح السيد أسامة حمدان ام تصريح كريم خان ام تصريح الرئيس الفرنسي تعتقد بانه يحمل دلالات في كل هذه الظروف؟ لا بكل تأكيد تصريح أسامة حمدان، هذا التصريح هو مهم وملفت للنظر. اليوم هناك إدارة سياسية متزنة لقوى المقاومة، وهذا التصريح يؤكد حقيقة على الأزمة التي يعاني منها نتنياهو، والذي يطيل أمد الحرب والذي يسعى حقيقة بالانتقال إلى حرب إقليمية. يعني اليوم نتنياهو جثة سياسية ويعلم جيدا بأن مساره السياسي قد انتهى، وبالتالي هو يطيل أمد الحرب ويحاول حقيقة المناورة والدخول بصدام بأوسع حقيقة بعد الفشل الذريع حقيقة. لذلك اليوم هو يدفع الجهات لتوسيع هذا الصراع، وبالتالي اليوم حقيقة في هذه الإدارة وفي هذه الحرب التي تتعلق في غزة أثبت أن نتنياهو بكل الممارسات وحصار غزة بأن كل السياسة العنصرية اتجاه أصحاب الأرض قد سقطت وفشلت حقيقة. شكرا. وبأن هذا الحزب فاشل لإدارة الأزمة. نعم طيب بروفيسور صايش، تقريبا في نفس اتجاه، وعلى أساس أن الحدث المركزي أو الفاعل العدواني هو شخصية نتنياهو حللناها كثيرا. أولا لمدة 15 سنة يسمى برئيس الوزراء الملك، لكن في 15 سنة لم يجد الأمن لدولة الثكنة لمجتمعه في الداخل، وهنا ربما العقدة الأولى، كان متفائلا جدا في الأمم المتحدة أنني حققت الأمن
وإذا بتقديراته لم تكن تتوقع، حتى إذا كان يصرح بأن حماس لا يمكن أن تكون لديها القدرات، فنحن مطمئنين في هذا الجانب. حتى في الجانب بالنسبة إلى حزب الله كان منخرط في سوريا. إذا يعني تعتقد أن تصريح أسامة حمدان هو مهم جدا، لأنه حتى استمرارية الحرب قد تكون هنا، ربما أنا في تحليل جزئي أن صانع القرار في الكيان الصهيوني ليس مرتبط بشخص رئيس الوزراء. لاحظ في الساعات الأولى الكابينيه اللوبي الصهيوني العالمي، وبالتالي فقط أن ربما نتنياهو يجد متنفسا لسنة من الاضطرابات الاجتماعية في الداخل عندما حاول إلحاق السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية لكي يهرب من مقصلة الفساد السياسي والمالي الذي يعيشه. وحتى كتاب يهود في الداخل تحليل هذه الشخصية تقول بأنه مليء بالعقد النفسية والمرضية للأسف. فدكتورة ماجدة، عدت معنا وربما استمعت للتصريحات التي قرأتها قبل قليل. سيدة ماجدة، لا طيب سأضعك على السريع. إذا كان معنا تصريح للأستاذ أسامة حمدان القيادي في حماس، والذي قال بأن نتنياهو يطيل الحرب لأسباب شخصية والمقاومة لديها ما هو أعظم. ومعنا تصريح للمدعي العام بالجنائية الدولية الذي يقول بأن مكتبه يتمتع بالسلطة القضائية على جميع الجرائم المرتكبة في أراضي دولة فلسطين. وتصريح أخير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال بأنه يدين بأكبر قدر من الحزم عمليات القصف التي تستهدف المدنيين. برأيك من هو التصريح الذي تعتقدين بأنه الأكثر ربما تأثيراً في ظل هذه الأحداث بالنسبة لك؟ بالتأكيد تصريح أسامة حمدان، بالتأكيد هو الأكثر، يعني لأنه يتحدث عن واقع ملموس ومرئي والجميع يتلمسه. بالنسبة لتصريح المحكمة الجنائية الذي جاء ووقف معبر رفح ولم يتمكن من دخول غزة وتحجج بأنه لم يمارس دوره لأنه ليس لديه موظفين كافيين للدخول، وجميعنا نعرف أن إسرائيل تمنعه وأنه كان يخضع للضغوط الأمريكية حتى يتمكن من أخذ دوره. الآن هناك ضغط كبير عليه لأنه تنفضح دوره تخليه، هناك يعني عريضة وقعت عالميا تحت عنوان كريم خان خان، فبالتالي ممكن أن تحت الضغط يتمكن وإن كانت إسرائيل ستمنعه. إسرائيل فوق القانون الدولي إلا إذا تغير كل آليات، ونحن نعتبر أن ما يجري في غزة سيفتح على تغيير كبير بما في ذلك وبالجوهري على موضوع القضية الفلسطينية اللي يعيد طرحها بشكل واسع كقضية نضال شعب ضد احتلاله. ممتاز. فبالتالي هذا ممكن. أما تصريح الفرنسي يعني الخجول والذي سمعناه من عدد من رؤساء هذه الدول الاستعمارية التي تتألم وتتباكى على المدنيين وتدعو إسرائيل إلى عدم قصف المدنيين، وهي تدرك أنه يواصل ولا يتجرأ لأن يطالبوا بوقف العدوان، فجميعهم شركاء في استمرار العدوان على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، استمرار قتل الأطفال، قتل الخدج والرضع والمسلمين والنساء. شكرا جزيلا أستاذ ماجدة. يبدو أنك علقت على كل التصريحات، سأعود إليك كذلك لتعلق على أهم حدث في هذا الأسبوع. طيب أستاذ فوزي، ما التصريح الذي تعتقد بأنه الأهم في هذه الأحداث؟ شوف، التصريح الأول لأسامة حمدان أنا أعتبره تحصيل حاصل وسيتم ذلك، وبالتالي أذهب إلى المدعي العام للجنائية الدولية، هذا الذي يهمنا الآن. لأن إسرائيل كثرت جرائمها، جرائم الإبادة البشرية، وقفزت عن كل القوانين الدولية والقانون الدولي الإنسانية. وهنا بهذه المناسبة وبدون مجاملة، الشعب الفلسطيني كله يرحب بمبادرة السيد الرئيس عبد المجيد تبون حينما طلب من القضاة والمحامين أن يفعلوا وأن يرفعوا قضايا ضد الكيان الصهيوني. ومباشرة في اليوم الثاني بدأت
كثير تتحرك هذه المسألة. صحيح. هذه مسألة لا يمكن تجاهلها في الوقت الذي لم ترفعها أي بلد عربي. كذلك ممكن أن يلعب السيد الرئيس ودور مهم في استكمال الدور الجامع للشعب الفلسطيني الذي كان ما قبل طوفان الأقصى. وللعلم الشعب الفلسطيني بأجمعه بجميع فئاته واتجاهاته السياسية عنده ثقة بالجزائر، عنده ثقة بالسيد الرئيس عبد المجيد تبون، عنده ثقة بشعب الجزائر وجيشها وحكومتها. لا مشكلة لديه أن تلعب الجزائر دور أساسي ومهم في وحدة الصف الفلسطيني في المرحلة القادمة ما بعد هذه المعركة. أما التصريح الثالث فهو متأخر. إذن والمرحلة القادمة مهمة جدا، خاصة وأن الجزائر ستكون عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي وستضع القضية الفلسطينية ضمن أولويات أجندتها. طيب، إلى فقرة أحداث العالم هذا الأسبوع. أول خبر معنا من فلسطين المحتلة، حيث قال نادي الأسيرة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت في يومين حوالي 85 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة وكذلك القدس المحتلة. في الخبر الثاني إذن من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اعتقلت الشرطة الأمريكية متظاهرين أمام مقر الحزب الديمقراطي في واشنطن وآخرون أمام البيت الأبيض للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة واحتجاجا على اقتحام قوة الاحتلال مجمع الشفاء الطبي. وفي آخر خبر، مجلس الأمن الدولي، حيث وافق مجلس الأمن الأربعاء على مشروع قرار يطالب بهدن إنسانية عاجلة وممتدة وهو مشروع مالطا كما سبق وأن ذكر البروفيسور سايج، حيث تسمح هذه الهدنة بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة الذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي المستمر. طيب بروفيسور فوزي، ما هو الحدث الذي تعتقد بأنه ربما أيضا له دلالة في هذا الأسبوع؟ الحدث الأبرز هو خروج الشعوب المؤيدة للحق الفلسطيني في الشوارع، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة في الولايات المتحدة. والحدث وتكمل لهذا الحدث أن العالم المثقف والفنان والباحثين وأساتذة الجامعات فهموا بأن هناك شعب مناضل يقاوم من أجل حقه في أرضه، في تكوين دولته الوطنية الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الأممي رقم 194. وأصبحت أغنية ليفي باليستينا هي الأغنى السائدة عالميا. صحيح. وهذا مكسب كبير من خلال للقضية الفلسطينية بعد معركة طوفان الأقصى. بروفيسور سايج، طبعا سأبقى مع فلسطين. أولا تحدثنا عن أهداف الأربعة للمقاومة الأقصى، وهنا عندما تقول نادي الأسير هي تعطيك في الضفة الغربية في يومين 85 فلسطيني تم أسرهم، لكن منذ 7 أكتوبر إلى غاية اليوم أكثر من 2750 أسير. هذه القراءة الأولى، وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة وغزة على أساس أن الإعلام العالمي والصهيوني يريد أن يختزل ما يجري إرهاب غزة على حساب ما يجري في الضفة أو في القدس الشرقية. الجانب الثاني، وحدة المقاومة في حد ذاتها. عندما تحدث عن أسير، أكثر من 200 قاتل منذ 7 أكتوبر إلى غاية اليوم انتفاضات سلمية بمظاهرات سلمية، وبالتالي الكيان الصهيوني حاول أن يجزئ لمدة 17 سنة فك الارتباط بين غزة والضفة. وحدة المقاومة وصلت كذلك إلى القدس الشريف، وبالتالي الشعب الفلسطيني أصبح في وعي لمواجهة هذا العدو الاستيطاني المحتل المجرم. دكتور محمد، باختصار لتعلق على أحداث الأسبوع. يعني حقيقة هي خروج الشعوب مرة أخرى وعودة القضية الفلسطينية لمركزيتها بعدما حاول الأمريكي ومن خلال ما يسمى الربيع العربي وقت هذه القضية والحديث عن صفقة القرن والحديث عن مشاريع أخرى، لكن اليوم بعد طوفان الأقصى تعود القضية الفلسطينية قضية مركزية وجوهرية لكافة الشعوب الحرة في هذا العالم،
وخروج المظاهرات في كل مكان في العالم، هذا يشير إلى أهمية القضية الفلسطينية وإلى أهمية هذه الشعوب في إعادة الانتفاضة على هذه الأنظمة حقيقة سياسية التي حاولت حقيقة تبرير مشاريعها من خلال مشاريع حقيقة غير واقعية ومن خلال بعض الادعاءات وبعض المزاعم التي تتعلق بحقوق الإنسان. إذن نحن اليوم أمام تغير جوهري حقيقة حتى في الفكر الغربي الذي بدأ اليوم يتلمس الحقائق ويتلمس ازدواجية المعايير التي يعاني نعم. منها وتحديدا الولايات المتحدة شكرا. والمجتمع الدولي. نعم دكتورة ماجدة، يعني في الموقف الفلسطيني يعني او موقف لاعب نعم. الاسير ما يحدث في الضفه الغربيه، ما يحدث في الضفه الغربيه. بلينكن في لقائه مع الرئيس محمود عباس قدم له الشكر لانه حافظ على الهدوء في الضفه وكان طلب ذلك. الرد كان بانه لدينا 2750 اسير، بمعنى 2750 مقاوم، نسبة منهم كانوا أسرى محررين، بمعنى أسرى يواصلوا النضال، وأكثر من 200 شهيد، أعتقد وصلوا 215 شهيد مقاومين في معارك كبرى، وعدا عن المسيرات الجماهيرية حتى وإن كانت أعداد ليست كأعداد المسيرات في العالم، لأن هناك تقطع بالأوصال بين المدن والقرى، عدا عن الضغط الذي كنت أشرت له بداية، إنما وحدة النضال في الأراضي الفلسطينية والمقاومة بالضبط هي ذاتها المقاومة في قطاع غزة. الموقف في أمريكا، ما يجري في أمريكا، مسيرات أمريكا هامة جدا ومؤثرة جدا، وهي يوما بعد يوم تحرج الإدارة الأمريكية التي لم يرتقي موقفها لمستوى وقف إطلاق النار، وهذا كان بقرار مجلس الأمن هدنة إنسانية عاجلة. أمريكا رفضت أي إدانة لإسرائيل يعني لجرائم الحرب اللي قامت بها، وأيضا هي التي وقفت عائق دون قرار شكرا. إطلاق النار، فخرجنا نحو هدى إنسانية للأسف أعلن فورا نتنياهو رفضه لتطبيقها للأسف. صحيح صحيح. طيب بنختم إذن هذا العدد من برنامج في قلب الأحداث بكاريكاتير الحدث في هاته الصور. إذن نتابع بقية الصور الكاريكاتيرية. إذن تبقى معنا كاريكاتير واحد. طيب تعليق في أقل من 15 ثانية بروفيسور. الكاريكاتير أصدق تعبيرا. أش هوسبيتال، القوانين الدولية كلها تحمي المستشفيات أثناء الحروب، وبالتالي هذه الدولة فقط استثناء سوف تعاقب. ربما الكاريكاتير المهم جدا لاختلال أن الصهاينة يتعدون على مستشفى الأطفال، وهنا صورة سيدنا ربما موسى عليه السلام مع الاستبداد الفرعوني الذي أمر بقتل جميع أطفال حتى لا يكون معاداة في ملكه، والأطفال المستقبل سيكونون من داخل فلسطين ومن فلسطين ذاتها ومن القدس الشريف. الشعب الفلسطيني كالعنقاء ينفذ يستعيد نفسه من تحت الدمار، هذا في الكاريكاتير الأول. صح. والكاريكاتير الثاني أن هذا الجيش الذي لا يقهر يحتمي بمستشفى به مدنيين يحميهم القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة. شكرا جزيلا لك أيضا بروفيسور محمد، البروفيسور أقول فوزي أبو دقة، أنت الأكاديمي والمحلل السياسي على الحضور، تقدم كل هذه الإضافات معنا اليوم.
شكرا لكم. كذلك أشكر جزيل الشكر البروفيسور مصطفى صايف أستاذ علوم سياسية والعلاقة الدولية دائما على المرافقة، كما أشكر ضيفي الدكتور محمد الهويدي وهو المحلل السياسي من العاصمة السعودية الرياض، شكرا جزيلا على الحضور معنا، وأيضا الدكتورة ماجدة المصري عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين كانت معنا من رام الله عبر خدمة الهاتف. بدأ نأتي إلى ختام هذا العدد من برنامج في قلب الأحداث، التغطية متواصلة، وأترككم مع رسالة جمهور نادي مولودية الجزائر الذي أيضا قدم صورة تضامنية مع الشعب الثائر، شعب الجبارين في غزة وفي عموم فلسطين. في أمان الله.